أن تسلب منك الحياة وأنت حي وأن تنتظر ساعة موتك شعور لا يمكن وصفه، ولكن آلاف مرضى السرطان في لبنان اليوم يعيشون هذا الشعور، وذلك مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بدأت الأدوية المخصصة لمكافحة السرطان تنفذ من المستشفيات والصيدليات. عم نصير لل 40 أو 50% اليوم من المرضى ما عنده دواء، للي هي قسم كتير كبير بيوقف عليهم. أدوية السرطان بطلت عم تتأمن، صرنا ماشيين على كل شيء نحن مخزنينه بالمستودعات تبع المستشفى، والوكلاء ما عم تسلم أدوية جديدة. حتى المريض اللي فيه يدفع حق الدواء اليوم ما عم بيقدر يأمن دواء، لو دفعه باللبنان، لو دفعه بالفريش دولارز، لو دفع حقه قد ما حقه بأوروبا أو بأمريكا، اليوم الدواء منه متوفر. في عنا مرضى عم بكونوا عم بتجاوبوا على علاجات عم نوقف لهم علاج، في عنا مرضى ما في عنده بديل من دواء موجود، يعني أوقات عم نضطر نقي دواء تاني محل الدواء الأولاني حتى لو نسبة التفاعل أو نسبة التجاوب أقل، بس لأنه هذا الدواء الموجود. وكأن القلق على صحتها ومحاربتها للمرض منذ 9 سنوات متواصلة لا تكفي مريضة سرطان الثدي جيزال أبو لحود حتى تأتيها الهموم المرافقة لانقطاع الدواء فيزيد من معاناتها وخوفها، فيما تقف مترقبة بين الحياة والموت. شي مبكي كل يوم بقوم وبنام على قلق. يا عمي ما يعطوني الكهرباء، مالي ما يعطوني الكهرباء. أنا إذا ما عطوني الكهرباء أوكي أنا رح شوب، يمكن عرفتي رح أقعد على العتم، أنا ما عندي مشكلة، بس أنا بدي أعيش. العلاج الوحيد تبعولي هن أدوية، بخدهم مع بعضهم 3 أدوية لازم يمشوا مع بعضهم، يعني لازم إذا نقص واحد النتيجة ما رح تكون منيحة، لازم يتاخدوا مع بعضهم، والثلاث أدوية مقطوعين. أنا ما بقى فيه لا أعمل كيميوثيرابي، ما بقى فيه ما راديوثيرابي عملنا، ما بقى فيه أعمل. أنا العلاج الوحيد تبعولي هن هاو الأدوية اللي بدي أخدهم على 2 سنين. كل جمعة تقطع على المريض الكانسر ممكن يصير شيء بجسمه، يعني ممكن يتغير الكانسر بقلبي بجسمه، ينتشر إذا في شيء نوديول يكبر، عرفتي يمكن يصير بعدين العلاج أصعب بكتير، يمكن يصير ما عندك علاج، يمكن ما تعودي تشفي لأنه تأخرتي على العلاج تبعولك. ماري غانم تصارع سرطان الأمعاء بصعوبة منذ أكثر من عام، هي التي عاد لها الأمل في الحياة بعد أن استجاب جسمها أخيرا لدواء المناعة، وهو الدواء الوحيد الذي أظهر فعالية في حالتها، إلا أن انقطاعه اليوم يشكل تهديداً محتماً لحياتها. ولكن حب ماري للحياة وإصرارها على البقاء إلى جانب أولادها أقوى من هذا المرض الخبيث. ما نمت الليلة، ما بعرف يعني كنت عم حارب الكانسر، يمكن بكاني ساعة ورجعت وقفت على أجري وقلت لا لازم حارب، لازم أكون قوية وهيك. بس اليوم الليلة لما قالوا لي ما بقى فيه علاج، لا بكيت وكل الليل ضليت أبكي. يمكن الكانسر فينا نحاربه وفينا نستقوي عليه، بس اللي عم بيصير فينا بطلنا فينا نعمل شيء. إذا بدك توجهي رسالة أو صرخة للعالم اليوم تساعدوك، شو بتقولي؟ شو بدي أقول لهم؟ إنه اللي عم بيصير فينا مش مقبول. كل يوم منقول لا أكيد بكرة بتتغير الأوضاع، أكيد بكرة أحسن، اللي عم بيصير فينا أكيد أكيد هيدا إنه شيء إنه وبيمرق، بس ما عم يمرق شيء. بليز بدنا حدا يساعدنا. نحن اليوم مرضى الكانسر يعني عم ناطرين نموت، ناطرين نموت. يعني صرت بدي طالب بجمعيات الرفق بالحيوانات برا نستنجد فيهم نحن البشر. عشرات الآلاف من مرضى السرطان باتوا اليوم في حالة الموت البطيء، حيث أصبحت حياتهم وفرص شفائهم متعلقة بفرص ضئيلة لإيجاد أدويتهم في ظل حكم سلطة مجرمة تغتال أعمارهم. شو بده يقول واحد؟ ما خلونا شي ما خلو لنا شي لنقوله وهن ما حدا عم يسمعنا. بس هيدا قتل جماعي ما سبق الإصرار والترصد. المساعدات ما بدها تكون مادية، لأنه حتى لو ماديات متوفرة اليوم ما في طريقة يتوفر الدواء على لبنان. المساعدات اللي عايزينها هي مساعدات
بطريقة بعث أدوية للسرطان على لبنان. التغلب على مرض السرطان بات محكوماً بأدوية مفقودة لا تجد سبيلاً إلى لبنان، لذلك يطلق مرضى السرطان في لبنان اليوم نداءً إنسانياً وصرخة استغاثة لأصحاب الأيادي البيضاء لمد يد العون وإنقاذهم من الموت. ماريا شربل، MBC.